أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانا غير ملزم انتقد فيه بشدة كوريا الشمالية ودعا إلى تشديد العقوبات المفروضة عليها. وبإجماع الأعضاء 15 أدان المجلس عملية الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية مؤخرا دون أن يحدد ما إذا كانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخا أو قمرا اصطناعيا، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الإطلاق في حد ذاته كان انتهاكا واضحا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006 ويحظر على كوريا الشمالية إجراء أي تجارب صاروخية. هناك جزء مهم جدا في البيان الرئاسي وهو تفعيل دور لجنة متابعة العقوبات والتي ستجتمع قبل 24 من الشهر الجاري لتحديد الكيانات والأفراد الذين يجب أن ينفذوا العقوبات. وإذا لم يتحقق تقدم في هذا الصدد سيجتمع مجلس الأمن مرة أخرى يوم 30 من الشهر. معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك الكاتبة والمحللة السياسية راغدة درغام. سيدة راغدة، هل ترين في هذا القرار غير الملزم تدليلا لكوريا الشمالية أم إن الأمر لم ينتهي عند ذلك والعقوبات بابها مفتوح؟ العقوبات بابها مفتوح، هذا باتفاق وإجماع أعضاء مجلس الأمن، إذ أنهم عالجوا هذه الناحية في البيان الرئاسي للمجلس. قد لا أوافق معك بأن البيان الرئاسي لمجلس الأمن ليس ملزما على الإطلاق، لأن كل قرارات مجلس الأمن يفترض أن تكون ملزمة بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة. المهم أن الصين وافقت مع الولايات المتحدة على أن هذا الإطلاق كما أشرت هو يستحق الإدانة ويجب عدم تكراره، وهناك موافقة أو توافق بين أعضاء مجلس الأمن على أن يكون الإجماع مستمرا من أجل أن تكون الرسالة صارمة إلى كوريا الشمالية بأن لا تعيد ذلك. يعني مقارنة سريعة بين مسلك الدول الغربية أو المجلس الأمن بصفة عامة في التعامل مع دولة مثل إيران والتعامل مع دولة مثل كوريا الشمالية التي قامت بتفجيرات نووية والتي أطلقت صاروخا كهذا في انتهاك صريح لقرار سابق لمجلس الأمن كان قرارا ملزما. يعني العقوبات جولات متعاقبة من العقوبات فرضت على إيران في حين بقيت كوريا الشمالية محل اهتمام المحادثات السداسية التي تشارك فيها حتى الولايات المتحدة. أعتقد أنك أيضا اضطر أن أوافق معك، لأن هناك أيضا محادثات مع إيران تسير بالموازنة أو بالتوازن على الأحرى بالموازاة مع العقوبات، وبالتالي كما في موضوع كوريا الشمالية كذلك في موضوع إيران هناك مواقف صارمة لمجلس الأمن وفي صدد العقوبات، ومن جهة أخرى هناك محاولات لإقناعها بأن ترضى برزمة الحوافز. على أي حال المهم الآن أن هناك صفحة جديدة من العلاقات ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، طبعا بريطانيا وفرنسا وهذه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. هناك إصرار أو هناك على الأقل توجه نحو شراكة نوعيا جديدة إلى حد ما، إلى أن تتغير الأوضاع لربما وتتحدى كوريا الشمالية أو إيران تلك الشراكة الجديدة المتمثلة بإدارة أوباما. هل تعتقدين السيدة راغدة أن هذه الشراكة يمكن أن تصل إلى حد موافقة الصين أو روسيا على جولة من العقوبات ضد كوريا الشمالية في المستقبل؟ سنرى. هناك موافقة الآن من قبل الصين وهذا مهم على أن تنظر لجنة العقوبات في تشديد أواصر العقوبات المفروضة الآن على كوريا الشمالية، وهذا بحد ذاته مهم إذ أنه مرتبط أيضا بإطار زمني يفترض أن يتم توسيع وتوطيد هذه العقوبات مع حلول آخر الشهر الجاري، وهناك إذن التزام من قبل الصين بأن تشدد العقوبات على كوريا الشمالية إذا استمرت في تحديها. المهم أن الصين توافق الآن أو وافقت في هذا البيان الرئاسي على إدانة ما حدث، على المطالبة عدم كوريا الشمالية بعدم تكراره وعلى توسيع العقوبات، وهذه رسالة قوية وإن كان مستحبا لدى الولايات المتحدة لو صدرت في قرار ملزم بموجب الفصل السابع، ولكن القرار الذي كان قد صدر هو قرار رسمي وقد صدر البيان الآن ليؤكد أن ما حدث هو خرقا للقرار الذي سبق وصدر عن مجلس الأمن الدولي. السيدة راغدة درغام المحللة والكاتبة السياسية، شكرا جزيلا لك.